أما آخر نوع الاستعمارات مال التي تيست اللي هو المين ديفرنس. هسه هنا أنا بس انتبهوا على فد شغلة مهمة، شنو الفرق بين الديفرنس بتوين مين تو مين والفرق بين المين ديفرنس؟ المين ديفرنس انه اني عندي ناس وناس، يعني ناسين يعني، او عندي اشخاص واشخاص، يعني تو كاتيجوريز، تمام؟ يعني عندي مثلا ناس اساميهم احمد ومحمد وعلي وما اعرف شنو، وناس بنات، يعني بنات، فهم هذول الناس ما يشبهون هذول الناس، يعني هم مو نفسهم، تمام؟ وكل ناس عندهم observation، يعني هذول عندهم values وهذول عندهم values. أما بالنسبة للمين difference فهم نفس الناس، يعني نفس الindividuals، بس عندهم قراءتين قابلوا بعض، تمام؟ يعني مثلا خلينا نضربها، يعني نبسطها شوية، نقول مثلا فد animals، أنا مثلا أخذت الكاتس وأخذت dogs، مو فسويت عليهم فد اكسبيرمنت، فانا عندي observation او values مال cats وعندي observation او values مال dogs، فهنا أنا يعني هما two population او يعني two categories، فهما راح نحسب لهم the difference between two mean، لان كلهم كل واحد عنده mean، بس من لما عندي مثلا بس ال cats وبس اخذت ال values مالتهم قبل ما انطيهم drug ورا ما انطيهم drug، فهاي يعتبر ان هما نفس الكات، نفس الكات هي نفسها البزونة بس عندها two values، واحدة قبل وواحدة بعد، هاي يسموها mean difference، مو difference between two mean. فيقول لي هي هاي فكرة البير داتا، يقول لي البير داتا arise when the same measurement are repeated twice on the same subject، يعني على نفس الشخص، على نفس الشيء، على نفس الإنسان، يعني whatever، على نفس الحيوان، على نفس الجماد، نفس يعني whatever، انه اهم شيء انه اني المجرمت مطبقتها مرتين على نفس السبجكت whatever كان. يقول لي but under different condition، يعني مثلا before and after treatment، او مثلا قبل وبعد الـ مثلا يعني قبل وبعد شهر whatever، يعني يقول لي فهذا كل الحكي، يقول لي مثلا example before and after treatment or drug، فيقول لي هسه على نفس المثال نرجع انه هذولي الف طفل عراقي، هذول اعمارهم بين 105 والايكيو مالتهم، بيقول لي هنا انا second measurement for the IQ، يعني انا ورا شهرها مرجعت سويت لهم نفس المجرمنت الاولى، بس النتائج طلعت عندي النتائج، يعني النتائج يعني مثلا نقول بالشهر الثاني ونتائج بالشهر الثالث وهكذا. فيقول لي شو اسوي، اروح analyze compare means، يعني احنا كلنا رحنا analyze، رحنا compare means، رحنا pair sample t test، pair sample t test، فاني قلنا عندي one sample t test لمن عندي group واحد، independent sample t-test من عندي جروبين، pair sample t-test من عندي جروب واحد بس الى قراءتين قبل وبعد. هنا اختاريت ال variable، هناك هو sorry، هو هنا كاتب لي انه ال pair variable، هو مكتب له pair sample t-test، فيقول لي البير فاريبل اللي انت تريد تقارن بيناتها قبل وبعد، هي اول فاريبل اختارته هو اي كيو اللي هو مثلا بالشهر الثاني، الفاريبل الثاني هو الاي كيو السكند اللي هو مثلا بالشهر الثالث، ادوس له اوكي راح يطلع لي 3 تيبلز، التيبل الاولى عرفناها وصفيه، التيبل الثاني مال كورليشن هي بعدين على المحاضرات الجايه، التيبل الثالث هي مال انتربريتيشن، فاول تيبل اللي هو وصفي راح نباوع عليه انه يقول لي الاي كيو سكور فور تشيلدرن، يعني هي بالشهر مثلا الثاني كان 91.77، والسامبل هو نفسه ألف، والستاندرد ديفيشن ستاندرد ايرور هالقد، يقول لي بالشهر الثالث هما نفس السامبل سايز، نفسهم لأن هما نفس الأشخاص، بس المين طلع عندي أقل صار 90.47، يعني شقد قل بنسبة 0.3 أو 0.30 سوري قال بنسبة 1.30، تمام تمام، أو 1.3.
فبس أنا دا أعرف هل هذا الفرق بين يعني بالشهر الثاني وبالشهر الثالث، هل هو فرق من صدق موجود لو لا، لو هيش طلع عندي صدفة أو هيج. فأنا شان راح أبوأ عليه؟ أبوأ عليه عن طريق هذا التيبل. هذا التيبل هو دا يقول لي إنه مالته التي تيست هلقيت، الدكري مال الفريدم هلقيت، الدكري مال الفريدم هي شقيت ان ناقص واحد، يعني ألف ناقص واحد يعني 999. فأنا اللي يهمني أبوأ على السيجنفكنت توتال يعني البي فاليو، وأبوأ على الكونفيدنس انترفال، أبوأ على سيجنفكنت بي فاليو شقيت، يعني هي 0.000 يعني أقل من 0.05، يعني the result is statistically significant أو the difference is statistically significant، يعني من صدق أكو فرق بين الشهر هذا والشهر هذا. شنو الفرق؟ الله أعلم. أما هنا بالconfidence interval دي أكد للحاجة هذا، يقول لي إنه ال الكونفيدنس انترفال الابر ليمت مالتها 1.76، اللور ليمت 0.838. فالصفر نوت انكلودد، ما دام الصفر نوت انكلودد ذير از استاتيكالي سيجنيفيكانت. تمام، فهسه يقول لي هذا التيبل الوصفي قاعد يشرح عنه انه عندي هالقد ناس وهالقد صارت مالتهم من مين. التيبل هذا قلنا ما نحتاجه هسه، التيبل هذا مهم قلنا على اساسه. يقول لي ما دام انه الكونفيدنس ليفل مالتنا هو بين 0.84 و1.7 since the zero is not included the small mean difference observed in the sample between the first and second measurement is valid او هو significant، يعني من اطبق على البوبوليشن هو من صدق موجود هذا الديفرنس. والبي فاليو او significant total هي 0.000 فهي يعني أقل من 0.001 حتى، يعني فيقول لي there is a statistically significant mean difference between the first and second measurement of I score. فيقول لي in conclusion the reliability of the IQ test is questionable، يعني وأنا IQ test سويته بالشهر الأول وبالشهر الثاني بنفس الطريقة، ليش طلع عندي يعني فرق ما أدري، فلذلك الريلايبلتي مالته كويستشنبل. انا المفروض الديفرنس ما يطلع عندي، يعني المفروض حتى اذا طلع ديفرنس لازم يكون statistically not significant، فلذلك الريلايبلتي مال الاي كيو تيست از كويستشنبل.